بص بقى يقول لك ايه، توافق ظهور اقنوم دون اخر مع ثبات الله وعدم تعرضه للتغير. بيقول لك ايه، ممكن اقنوم يظهر دون اقنوم اخر ويفضل الله دون تغير وتبدل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللي حضراتكم شفتوها في المقطع اللي فات دي مبشرة مسيحية جريئة بتتكلم عن الأقاليم الثلاثة بصراحة شديدة وبوضوح شديد، وهتقول أمور تنسف تماما عقيدة الثالوث أو الأقانيم الثلاثة. موضوع مهم جدا، أرجو من حضراتكم يعني مواصلة الدعم لينا بلايكاتكم الجميلة والشير، وحتى يصل هذا الفيديو لأكبر قدر ممكن من الناس، بالذات لزملائنا المسيحيين، حتى يعرفوا الحقيقة بأنفسهم، وحتى يكون لك أجر إن شاء الله. أي إنسان يهتدي فدل على الخير كفاعل. بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي مع بعض ونشوف قالت ايه هذه المبشرة الجريئة جدا. كمل معاك. مع الاعتقاد بعدم قابلية الاقانيم للانفصال، ازاي يقول ان الابن جه على الارض مش الاب ولا الروح، الابن فقط، واقول في نفس الوقت ان الاقانيم ما انفصلتش، اقنوم الابن جه على الارض؟ طب مش انت بتقول ان الثلاث اقانيم دول متحدين؟ انفصال واضح زي ما قالت هذه المبشرة، وهي على فكرة يعني ليها يعني فيديوهات كثيرة بتتكلم فيها عن المسيحية يعني وشاهد شاهد من أهلها. هي بتتكلم عن الأقانيم الثلاثة اللي ياما تكلمنا عنها، وقلنا لا يمكن أن يكون الإله مجموعة من مركبات من الأجزاء. الإله شيء فوق حد التصور، أو أن هو يتجسد في شيء، أو أن هو يكون إله محدود. وحتى زي ما دايما بيقال، كيف يمكن لله محدود أن يتجسد في المحدود؟ والأقانيم الثلاثة التي لا تنفصل. الكلام ده اختلفوا عليه آباء كثيرة من آباء الكنيسة، منهم اللي خد رأي إن كل الأقانيم الثلاثة دول ذات واحد وحاجة واحدة، وأعتقد سابيليوس وفقا للآباء الكنيسة، وفي اللي قال كل قانون قائم بذاته، الاب اقنوم والابن اقنوم والروح القدس اقنوم. وطبعا هذا كله في معتقد الاسلامي لا يمكن ان يكون هذا وصف للاله ابدا او تكوين الاله. لا يمكن للعقل المحدود ان يحيط بالخالق العظيم سبحانه وتعالى، شيء لا يمكن طبعا ان احنا ممكن العقل يدركه. كيف ممكن للعقل هذا المحدود، كيف ممكن للمخلوق ان يدرك كله الخالق؟ لذلك حتى في الاسلام نعرفه اللي قاله ربنا نفسه، نور على نور، الله نور. ازاي بقى النور ده كيفيته ايه، تكونه ايه لله سبحانه، نفهمها ونؤمن بها على مراد الله وليس حتى على معتقدنا احنا في شكل النور او كينونة النور. كمل مع هذه. ادق ظهوره عليها دون الاقنومين الاخرين يؤدي إلى حدوث تفكك في الله، لأن مثله في هذه الحالة يكون مثل الإنسان الذي عندما تخرج روحه من جسمه بالموت يتعرض للتفكك والتغير. ولكن الأقاليم ليسوا عناصر في الله أو أجزاء فيه، بل هم عين ذاته وذات واحدة. الست هتتجنن مش عارفة يعني تقتنع. اولا انا نسيت اقول لكم، معلش انا اسف، في اول فيديو هي بتتكلم عن كتاب اسمه الله في المسيحية. هذا الكتاب تأليف حد اسمه حاجة سبعان، مش فاكر اسمه ايه يعني، لكن هو كتاب لحد مسيحي بيشرح الله في المسيحية ومنظور الله في المسيح. انا بس نسيتها، بتعلق على هذا الكتاب، وزي ما حضراتكم شايفين هي بتنتقد تماما، هي مش مقتنعة وبتضحك ضحكة يعني كلها يعني تخفاف بهذا الكلام الذي تقرأه في ذلك الكتاب او وبهذا المفهوم نفسه. سهم حسن اللي بيتقال ده كلام غير منطقي وغير عقلاني اطلاقا. فطبعا ده امر يعني احنا اتكلمنا فيه قبل كده، ولكن زي ما قلت لحضراتكم هي شاهد من اهلها. ازاي يكونوا ثلاثة، الابن ده نزل على الارض وانتوا بتقولوا وفقا لمعتقدكم ان الثلاثة واحد، معنى ان انا اشيل جزء من الثلاثة يعني معنى كده ان هذا انفصل عنه ولا لا؟ يعني مثلا هم بيقولوا في نقطة مهمة بامثلة يضربوها، يقول لك ايه زي مثال الشمس، الشمس بيقول لك اصل الشمس قرص وضوء وحرارة. هذا مفهوم غلط، مفهوم غلط تماما، لان الشمس
لو شلت منها عنصر من عناصرها، هي الشمس قرص، نجم قرص، نجم متوهج، لو شلت منه الحراره ما بقتش شمس، لو شلت منه الكينونه بتاعته اللي هي مكون الشمس نفسه ما بقتش شمس، لو شلت منها الضوء ما بقتش شمس. اذا لا يمكن انت بهذا المفهوم لو طبقته على مفهوم الاقانيم الثلاثه، لو انا شلت قنوم منهم ما بقاش اله. او برضو المثل اللي يقول لك الانسان جسد وعقل وروح، هذا الانسان الجسد والعقل والروح لو شلت منه اي حاجه، يعني لو شلت منه الروح ما بقاش انسان، بقى جثه ميته، لو شلت منه الجسد بقى شبح، وطبعا ما بقاش انسان اصلا، ولو شلت منه العقل بقى مجنون. اذا ما بقاش بوصف الانسان الكامل في اي حال من الاحوال. فاي مثل من هذه الامثله بعيد تماما كل البعد عن وصف الاله سبحانه. نكمل معاك. القدس مش موجود في النجم اللي هو الجسد، صح ولا لا؟ ما هو ما جسدش. إذا إذن هناك مكان، هناك مكان كان مسموح فيه أن الله يتواجد فيه وعجز، هناك مكان خلى منه الحضور الإلهي للآب والروح القدس، ودي كارثة، كارثة كبيرة جدا. ده معناه أن يسوع اقنوم الابن يتفوق وهو فعلا كليه الوجود والباقي لا. يعني شفتوا حضراتكم، هي المثل اللي جابته مثل جميل جدا، عمل لك دايره وقالت لك ان هو ده الكون، والابن هنا والاله هنا والسماوات هنا، ولا زي ما حضراتكم شفتوا كده. هل يمكن بقى، هل يمكن بعد هذا الكلام ان احنا نقول ان يسوع مش كليه الوجود؟ اذا كان موجود يسوع موجود على الارض وموجود فوق وموجود في كل مكان، طب الروح القدس فين؟ والاب فين؟ هل هو اقوى من الاب؟ هل هو وجوده اعم اشمل من الاب؟ وفقا للكلام اللي هي بتقوله ده، وفقا للكلام اللي هي بتقوله ان كده يسوع اعم واشمل من الاب اللي هو المفروض الخالق. وهو السؤال اللي دايما بنكرره دائما، هل الله كان محتاج عشان يغفر ذنوب البشريه ان ياتي بابن، وهذا الابن ينزل على الارض ويعذب ويضرب ويبصق ويمتهن وفي الاخر يلقى على صليب، وفي الاخر هذا اللي هو المفروض الاله اللي هو المفروض ان هو عارف اللي هيحصل يقول له إلي إلي لما شبقتني، يعني إلي إلي ما تركتني؟ هل هذا يمكن ان يقال ان ده اله يا جماعه، ولا ده انسان بيقول له انت ليه سبتني؟ ما هو لو عارف ان ده جاي، لو عارف ان ده هيحصل مش هيسال هذا السؤال، لو عارف انه نازل وهيصلب وانه 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 ما كانش ساله هذا السؤال. اذا هذه المبشره تنسف عقيده الاقانيم نسفا كاملا، لا يمكن ان يقال ان الله ثلاث. قد صدق قول الله سبحانه وتعالى كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث، الله سبحانه واحد، سبحانه وتعالى واحد احد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لكن في برضه نقطه احب يعني نعرضها على حضراتكم، اراء برضه ناس كبيره جدا في العالم المسيحي. مثلا الموسوعه البريطانيه تحت اسم الثالوث تقول لم تظهر كلمة الثالوث ولا وصف المعتقد في العهد الجديد. يقول بروس ميدزجر في قاموس أكسفورد لأن الثالوث يمثل جزء هام جدا في المذهب المسيحي المتأخر، فمن المذهل أن هذا التعبير لا يظهر في العهد الجديد. في كتاب العلامة تريتليان للقمص أثناسيوس فهمي جورج المنشور في موقع الأنباتكلة باب الثالوث يقول في عقيدة الثالوث والخريستولوجيا قدم العلامة تريتليان أعظم إسهاماته لعلم اللاهوت إذا جاءت بعض صياغات وتعريفاته دقيقة للغاية، لدرجة أنها أدخلت ضمن المصطلحات الكنسية وبدأ استخدامها منذ ذلك الحين، وكان تريتليان أول من استخدم كلمة ثالوث. ترينتياس في الحديث عن الأقانيم الإلهية الثلاثة، وكان أيضا أول من استخدم كلمة نوم برسونا. أيضا جاء في القاموس الكتاب المقدس، وكلمة ثالوث أو تثليث لم ترد في الكتاب المقدس، ويظن أن أول من صاغها واخترعها واستخدمها هو تريتليان في القرن الثاني الميلادي. يقول توم هاربر في كتابه في كتاب من أجل المسيح أن الأمر أكثر إحراجا بالنسبة للكنيسة هو صعوبة إثبات أي تصريح يتعلق بالعقيدة من خلال وثائق العهد الجديد، ببساطة لا يمكن أن نجد ذكرا لعقيدة الثالوث في أي مكان من الكتاب المقدس. لقد كان للقديس بولس الفهم الأوسع لدور يسوع وشخصه، إلا أنه لم يقل أن يسوع هو الله في أي مكان من كتابه، كما أن يسوع نفسه لم يدع صراحة أن الأقنوم الثاني في الثالوث المقدس وأنه مساوي لله تماما،
وبما أنه كان يهوديا تقيا فإنه كان سيصعق بمثل هذه الفكرة. يقول الأستاذ حلمي القمص حليم في كتاب أسئلة حول حتمية التثليث والتوحيد: كانت عقيدة التثليث مخفية في طيات أسفار العهد القديم، ولم تشاء الحكمة الإلهية الإعلان عنها في تلك العصور المبكرة، ولا سيما أن الشعب الذي كان يعرف الله حينذاك هو الشعب اليهودي فقط، قطير صغير محاط بالشعوب الوثنية التي تؤمن بتعدد الآلهة. فلو تم الإعلان عن عقيدة الثالوث في هذه المرحلة المبكرة التي تمثل الطفولة الروحية للبشرية لقوي الشعور لدى اليهود بتعدد الآلهة. يقول قاموس أكسفورد بروس ميتزجر: لأن الثالوث يمثل جزء هام جدا في المذهب المسيحي، فمن المذهل أن هذا التعبير لا يظهر في العهد الجديد وعلى نفس النمط، فإن المفهوم الذي تطور عن ثلاثة شركاء مساوين في الربوبية لا يمكن أن يكتشف بشكل واضح دون ضمن حدود الشريعة. أكثر من عالم ومن علامة والموسوعة الكنسية والقواميس وإن عقيدة الثالوث هي عقيدة غير قابلة تحقيق وغير قابلة للمنطق ولا تتوافق مع العقل ولا مع المنطق. هذا ما بنحاول ان احنا نوصله ليكم. وليكن امامكم الاسلام. الاسلام هو الدين الاسهل فهم والشريعة والاوضح والاوقع والاقنع للقلب والاريح واقنع للعقل والاريح للقلب والنفس. ان الله واحد احد. انت لما انا ساعات كتير والله يعني ببقى عايز اسال زملائنا المسيحيين ومن غير ما لما يحلف ما اقول له انت قصدك، عايز اقول له انت بتحلف باني اله فيه، يعني ما يقول والله او ما يقول سبحان الله، عايز اقول له انت او الحمد لله، انت بتحمد مين، الاب ولا الروح القدس؟ انا مش عارف انت بتحمد مين فيه. اذا نحن امام مفهوم اعتقد ان ان الاوان دلوقتي لاخواننا النصارى ان هم يبتدوا ينظروا ليه بشكل اكثر واقعيه. بلاش مفهوم الارثوذكسي اللي هو حط وشك في قفل اللي قدامك وما تفكرش وما تعملش. مفيش كده. ربنا خلق لنا العقل عشان نفكر، ربنا خلق لنا العقل عشان نستدل بيه على وجود الله. اذا الله سبحانه وتعالى اعطانا العقل لكي نفكر، لكي نستدل على وجود الله بالعقل، لان الله خلق الانسان وخلق له العقل وعارف ان هو ده الاداه اللي هيؤمن بيها والاداه اللي هيقتنع بيها. اما من راى بعقله كل هذا ولم يؤمن فهو المكابر، والمكابر كما المشركين والكفار ايام الرسول اللي اصروا على كل، شايفين بعينيهم الحقائق وبرغم ذلك اصروا ان هم ما يؤمنوش بوجود الله. نسال الله لنا ولكم الهدايه وان يجمعنا واياكم على كلمه سواء. والى هنا تنتهي حلقتنا، والى الحلقه بإذن الله تعالى. أرجوكم الله العظيم الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.